تحت الباسكت قدر يسجل قيس الشبيبي. ايضا سجل الفري ثرو قيس. ديرون جونسون شوفوا البرس يلي عم يعملوه، عم يجربوا يعملوا الفول كورت برس. جيرون يجرب يستفيد من سكرين باتريك، بياخذ الشوطة من برا. جيرون جونسون ما بيسجل. إلي رستم يعني أكيد إلي مش قاصد يضربها على وجهه لعمر العامري، كان عم يحاول يكسب أو يخلي البوزيشن معه. جيرون لباتريك بياخذ الاتام، باتريك بيسجل، بيسجل باتريك بوعبود من مسافه النقطتين. اجروا على الزيح شوفوا بالاعاده، بتقدر تشوفوا الامر. هيدي تاني سلم باتريك بوعبود بالمباراه. ايضا المحاوله ما بترجع منتخب الاماراتي، برافو يا مزر. فاس بريك سريع من علي مزر، معه باتريك بوعبود. المزر بيطلع على السله، ما بيسجل بات، عم بيتابع وعم بيسجل مره جديده. كثير منيح يلي عم يعملوه بيروت بالوقت الحالي بالمباراه. باتريك بوعبود از اون فاير، وعلي مصر عم بيكون بالفاست بريك سريع كثير. امر مهم انه كثير نتحرك بالفاست بريك ونقدر نستفيد من انطلاقات السريعه اللي عنده اياها المصر بالوقت العامري. بلاقي حاله مرتاح من برا عمر العامري، دادلي شوتر ما فيك تتركه ابدا. هيدي ثلاثيته الثانيه لعمر العامري. إلي رستم، إلي بجرب يخترق، بيعمل موف حلو لكن ستير من عمر العامري. مش معقول، مش معقول، ما معقول. تايم اوت سريع عم يطلبوا المدرب مروان خليل بعد الايزي لاي اب يلي سجل من خلالها صالح سلطان. وكنت عم بحكي عن الفاست بريك، عن الفاست بريك قد ايه مهمه، قد ايه مهمه نقدر نسجل بالفاست بريك. نحن نقدر نجريهم، عم نكون ابطا بكثير لانه المنتخب الاماراتي صار مسجل 23 نقطه بالفاست بريك. تخيلوا 23 نقطة مقابل فقط 9 نقاط لبيروت بالفاست بريك.
جيرون جونسون هو يلي صار عم يطلع الطابه معه علي مزهر طبعا مروان زياده باتريك بوعبود وائل يرستم ديونتي لا يزال على البنش طبعا مثل ما ذكرت ديونتي كان عم يعاني من المرض قبل بدايه المباراه جيرون لبرا لمروان بالاوبن شوت مروان زياده حلوه كثير بساعة كثير كبيره اخذ الشوطه مروان هيدي نقطه تيس على الزياده بزياده شوطه علينا من برا ويسجل صار دورنا نحن نسجل برافو يا مروان حلوه كثير كانت بالمباراه زياده بساعه كثير كبيره راشد ايمن فادي الخطيب الديفنس بدها تكون عمر العامري جيرون شو عم تعمل يا جيرون ما فيك تكون عم تتفرج على لاعب مثل عمر العامري ثالث ثلاثيه لعمر العامري شوفوا جيرون جونسون قد ايه كان بعيد عن عمر العامري ديسبلين دفاعيه اكيد مهمه جدا بهيك وقت المباراه خصوصا بس يكون في دادلي شوتر مثل عمر العامري الريباوند الهجومي عم يكون للرستم الرستم لباتريك بعبود بحاول يرد بنفس المسافه باتريك ما بيسجل هالمره صالح سلطان هو يلي عم يطلع بالطابه من ناحيه المنتخب الاماراتي عمر العامري جيرون بجرب يعمل ستيل عم ينجح بالامر جيرون بيروح على السله وعم يحصل على الفاول جيرون جونسون صالح سلطان ارتكب خطا ذكي على جيرون جونسون اكيد ان سبورتسمان لايك فاول مصلحة جيرون جونسون يلي راح يكون عنده محاوله على الفري ثرو لاين جيرون ينجح بمحاولته المدرب مروان خليل كان سحب جيرون جونسون من ارض الملعب ورجع الي شمعون مع الخطيب فادي لعمر العامري اللاعب يلي ما بينترك تدي شوتر من طراز الرفيع سنايبر من برا كثير خطير فادي يا فادي فادي حاول يحط صالح سلطان رائع جدا يلي عم يعمله فادي على ارض الملعب بصراحه حاول يحط صالح سلطان امام فرصه التسجيل عنده 6 اسيست فادي اضافه الى 11 ريباوند يلي تحدثت عنه والمفارقة تتشوف فادي أداء عم يساعد المنتخب الإماراتي كل ريباوند يلي التقطهم هن دفاعيين 11 ريباوند دفاعي لفادي الخطيب بهالمباراة ولا أي لاعب قادر يكون قريب منه على هالصعيد من المنتخب الإماراتي تخيلوا أكثر لاعب من المنتخب الإماراتي من طاقة ريباوند معه 2 بس صالح سلطان ما بينجح بمحاولته الأولى ولا الثانية حتى ريباوند دفاعي المرة للرستم برافو يا رستم علي مزهر علي لرستم مرة جديدة شمعون برمة الطابة لازم تكون أسرع من ناحية فريق بيروت الرستم إلي لبرا للشمعون بياخد الشوت عن 3 إلي شمعون عم ينجح عن 3 بوينتس وعم يسجل ثلاثية لفريق بيروت عم تنزل الفارق لست نقاط عم نركض ورا السكور كل المباراة اكيد عنده الامكانات فريق بيروت يرجع ويفوز عمر العامري لفادي فادي بياخذ المحاوله على الشمعون ما بيسجل فادي مروان زياده للمزهر المزهر بيروح باتجاه السله المزهر علي مزهر بهد اللعب هالمره مع الرستم الي لباتريك هو يلي بياخذ المحاوله من برا ايضا ما بيسجل باتريك صافرة جديدة وخطأ جديد تخيلوا على صعيد الريباوندز يعني الأفضل من ناحية فريق بيروت هو علي مزهر يلي عنده 9 ريباوندز أقصر لاعبي الفريق طبعا منهم 8 على الصعيد الدفاعي لا رب له يعني جيرون جونسون بخمس ريباوندز هون بنعرف قد ايه مهم موضوع انه
يكون موجود الكل تحت السلة ويقدر يستفيد من الريباوندز وننطلق بالفاست بريك مع المزهر تحديدا. مع مامادو دياي تحت السلة، مامادو عم بيتعرض للبلوك شوت، جود ديفنس من بيروت بالوقت الحالي. 4 دقائق و14 ثانية متبقيين على نهاية الكوارتر الثالث. راشد أيمن مع قيس الشبيبي، ترجع لراشد البريكي، محمد البريكي 27 موجود على أرض الملعب، صار لعب الخطير جدا والسريع جدا. علي مزهر من جديد الزون، إلي رستون بحاول يضرب من بعيد، بوزيشن رح تبقى لبنانية. شمعون سريعا للرستم، الرستم عم يلعب على البريكي، على محمد البريكي بيبرم بشكل حلو. تبقى البوزيشن لبنانية، 9 ثواني امام بيروت لتنفيذ الهجمة. صار عندهم ثقة أكبر بنفسهم إنه قادرين يربحوا المباراة على المنتخب الإماراتي. الإصرار والأتيتيود واضحة على أرض الملعب. أحمد البريكي بيدخل أيضا مكان قيس الشبيبي، عم يجرب المدرب التونسي منير بن سليمان يعمل روتيشن يقدر يستفيد من لاعبي البنش يلي عنده اياهم. 15 نقطة قدر يسجل بنش بيروت قبل سلطة ثلاثية لإلي شمعون. 18 نقطة إذا وقبل 19 نقطة لبنش المنتخب الإماراتي. مامدون دياي للبريكي من جديد، راشد لفادي بالأوبن شوت، فادي الخطيب ما بيسجل، لو فادي موفق من برا بيقدر يأذينا كثير. البريكي لشقيقه أحمد، من أحمد لمحمد، محمد البريكي 5 ثواني بيقرر يخترع على السلة، ما بيسجل، ما معقول اللعب، ما معقول اللعب، كيف بيلاقي الجاب، صحيح ما سجل، هيك الحركة اللي عملها كانت كثير حلوة بالوقت يلي المزهر ما بيسجل، ولا باتريك ولا مروان زيادة، فرصة أمام منتخب الإمارات للانطلاق بالفاست بريك، وفادي الخطيب بالإيزي باسكت، إيزي باسكت لفادي الخطيب. إيزي باسكت لفادي الخطيب. وبيروت مع الشمعون بحاول يرد، الشمعون ما معقول، ما معقول كيف ضاعت يا شمعون بالوقت يلي المزهر عم يخلي الطابة مع بيروت. الرستم عن 3 بوينتس، إلي رستم عم يسجل من مسافة 3 نقاط، ممتاز يلي عمله إلي رستم بالمحاولة الأخيرة ببرودة أعصاب. سايلنت كيلر إلي رستم كان بالمحاولة الأخيرة، خلص الفارق لنقطة واحدة. قد ايه مهم سلتك يا إلي يا رستم. تايم اوت سريع للمدرب منير بن سليمان، رح نشوف من بعده شو قدر يعمل بيروت، هل قادر ينهي الكوارتر الثالث وهو متقدم للمرة الأولى باللقاء على المنتخب الإماراتي؟ أكيد قادرين نعملها يا شباب، وقادرين نحط حالنا بموقف مريح قبل ما ندخل للكوارتر الرابع. Okay, and 5 on rebound. Let's go. We got a double. Got the rebound. They are tired. Nobody. They are tired. Marwan, and two guys in the back. When Marwan is engaged somewhere, leave. Make sure nobody is going back door behind you, guys. Yeah, yeah. We gotta watch back door. They are tired. That's rebound and ground. Let's go. Defense. Let's go. Defense. 1, 2, 3. Defense. And we have 3 cuts, yeah. Okay? We are on man-to-man switch. Everybody switch. Let's go, defense! 226 ثانية إذن على نهاية الكوارتر الثالث، دائما التقدم للمنتخب الإماراتي لكن بفارق نقطة. بيروت عمل كامباك كبير بالمباراة وقدر يقرب أكثر وأكثر بالوقت يلي راشد أيمن مع مامدون دياي، محمد البريكي وفادي الخطيب على أرض الملعب. فادي يلي بيجرب يعمل درايف باتجاه السلة بفوت بالترافيك، ما بيسجل فادي الخطيب، عنده إصرار كبير، عم يحصل على الخطأ فادي. مروان الزيادي هو يلي كان عم يرتكب الخطأ على فادي.
الإعادة مرة جديدة هون رستم ومروان زيادة هي اللي كانوا عم يدافعوا عن فادي. حكم بالنهاية عم يحتسب الخطأ على إليه. إليه رستم عنده على كل حال ثلاث أخطاء مثله مثل مروان زيادة وباتريك بوعبود. المقابل محمد البريكي بالناحية المقابلة أيضا عنده ثلاث أخطاء. فادي بينجح من محاولتين. إليه رستم لعلي مزهر. حلو كتير الشباب قدروا يطلعوا من البراس ممتاز جدا. لازم يكون الريتم دائما دائما سريع. يعني ببعض المحلات عند ما عم يبرم تشكيلته منير بن سليمان عم يبطأ المنتخب الإماراتي لازم يستفيد بهالموضوع. يعني بالوقت يلي إلي شمعون من برا بجرب يستفيد. بتبقى بوزيشن معنا. بتبقى الطابة مع علي مزهر. فرق ثلاثة كتير مهم الكوارتر الثالث بمباريات الباسكت بول. بالوقت يلي إلي رستم. إلي رستم بالأنكل بريكر. حلو كتير حلو كتير الموف يلي عمله إلي رستم. إذا كان في إعادة بتعرفوا روعة هاللقطة وشو عمل بمامادو إلي رستم. باتريك بوعبود بياخذوا الأتمت بالثواني الأخيرة بقى بيسجل ريباوند لفادي الخطيب. الريباوند الرقم 12 لفادي الخطيب. بالمناسبة بده أربع أسيست بيعمل تريبل دبل الخطيب يلي بقرر يروح على السلة بمواجهة الشمعون. مامادو من برا. مامادو دياي سيبي لو سجل مامادو دياي من برا. لاعب أبدا مش متخصص بالمسافات البعيدة إنه يسجل. متابعة كانت لأحمد البريكي يلي قدر يستفيد من السكند تشانس وقدر يحط السلة مع البورد. خمسة رجع الفارق إلى خمسة مع مروان زيادة. ميد رينج شوت ما بيرجع فيها مروان زيادة. راشد أيمن البريكي من برا لمامادو. المرة بيقرر ما ياخذ الشوطة. مامادو عم ياخذها على علي مزهر. مروان زيادة أعلى من الكل بياخذ الريباوند. برافو يا مروان. رستم من جديد. إلي رستم إلي للشمعون عملوا سويتش بالدفاع. إلي شمعون بيوصلها لمروان تحت السلة. الفيك الحلو كتير والسلة من مروان زيادة. عم يقدم مباراة كبيرة مروان زيادة اليوم. دبل فيجرز لزيادة ب 11 نقطة. بالإعادة مرة جديدة مروان زيادة. فادي من ثواني الأخيرة حياخذها هو بالآخر. فادي الخطيب بقرر يخترق على رستم. فادي الخطيب حلو كتير يا خطيب حلو كتير يا خطيب. شوفوا الخبرة. فادي الخطيب عم بسجل هون سلة بنهاية الكوارتر الثالث وعم يترك المنتخب الإماراتي متقدم بفارق خمس نقاط 62-57. بيروت ما عنده شيء يخسره بالكوارتر الأخير. لبل عنده كل شيء يعمله ليربح المباراة. فرح ينجح بيروت بتحقيق انتصاره الثاني بالمجموعة الثانية ويكون طبعا بوضع مرتاح بين فرق المقدمة. يعني النجم الراسي متصدر بموقف مريح. أكيد النجم الراسي متأهل إلى دور ربع نهائي. مايتي سبورتس الفلبيني بعد ما خسر ربح مبارتين وبالتالي بيروت حيعقد الأمور على نفسه في حال ما فاز بمباراة اليوم لأنه رح يهدي على المنتخب الإماراتي أول انتصاراته